الليلة وبالحلقة الثالثة من هالسلسلة الخاصة تحية تقدير واحترام لمنظمة أهلية كانت هي نجمة المجتمع الأهلي اللبناني سنة 2009 من خلال سلسلة نشاطات مكثفة على المستوى التشريعي والإعلامي والشعبي. عم بحكي عن منظمة كفا، والمناسبة اختتامها لحملة إعلامية شارك فيها نخبة من نجوم لبنان هدف الضغط من أجل قانون يحمي النساء من العنف. من أركان المنظمة برحب مباشرة على الهواء بالمحامية الأستاذة ليلى عواضة. أهلا وسهلا فيك أستاذة ليلى. اليوم ورايح بدنا نسمعكم صوتنا. حان الوقت وصار لازم قانون. خلص بقى عيب. فكروا بأمناتكم وبأخواتكم وقروا هيدا القانون. حقنا. شارك نخبة من نجوم لبنان في حملة إعلامية واسعة النطاق لمناهضة وتجريم العنف ضد المرأة. التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري ومنظمة كفى عنف واستغلال اختتما هذه الحملة التي استمرت 3 أسابيع في احتفال حاشد في قصر اليونسكو حضره ممثلون عن الرؤساء 3 وحشد رسمي وشعبي وأركان المجتمع المدني اللبناني. منظمة كفا التي كانت أبدت استنكارها لعدم إقرار مجلس الوزراء السابق مشروع القانون التي تقدمت به لحماية النساء من العنف الأسري حققت إنجازاً بتضمين البيان الوزاري للحكومة الجديدة فقرة تلحظ إقرار المشروع ما اعتبرته كفا مرحلة جديدة من نضالها لحماية النساء من العنف. غير أن الطريق تبقى طويلة للاعتراف بالمرأة اللبنانية مساوية فعلاً بالرجل أمام القانون اللبناني، وهذا ربما ما يجعل كفا تدخل نجوم الفن على خطى حركتها المطلبية. فهل يحدث نجوم الفن الفرق حيث فشل المجتمع المدني وحيث لم تنفع دعوة كفا للبنانيات بمقاطعة الانتخابات اللبنانية الأخيرة؟ في كتير ناس بتحب تسمع الفنان عم بيقول لها رسالة معينة أو مساج معين. يمكن لو أي شخص غير الفنان رفيق علي احمد طلع قال لهم اللي بيضرب مرته مش رجال ما كانوا تقبلوه، بس منه بتطلع كثير محببه ومقبوله ومناسبه مع شخصيته. المجتمع المدني دائما بيعتبر انه النجوم سخيفين لا بالعكس، كل شخص بالمجتمع له دوره. نحن كنا طموحين اكثر من هيك، كنا طموحين انه نصور مع سياسيين مع اعلاميين، لكن للاسف ما كثير تشجعوا. لا في كتير تشجعوا بس للأسف خافوا. بالبلد بدك تجيب بهالميل قد هالميل حتى ما تنحط مع حدا، ما زبط معكم التوازن، بدك تأمن يعني. التوازن بنفس العدد، فإذا ما أمن التوازن بنفس العدد تما تنفهم غلط بتفضل تبعد عن هيدا الموضوع. في فنان فيني أعتب عليه؟ أعتب زمان. يلا قولي. لأني بحبه كتير أنا يعني أنا من المعجبين. يلا قولي قولي. نحن كتير عنا عتب صغير على عاصي الحلاني لأني بحبه كتير، فحب يوصل له هالمساج، وبعدنا يعني احنا بنحب انه يكون معنا بالحملة اكيد، لانه هو بيمثل صورة يعني كل بيع فارس والرجولية وهيك. كل هذا الموضوع بيوصلنا لمحل، هل ينجح النجوم بحملتكم حيث فشل المجتمع المدني او حيث قصر المجتمع المدني بايصال القضية الى يعني أوسع نطاق من ال بينجحوا؟ أكيد إن شاء الله إنه بينجحوا. هلا طبعا كلنا بدنا نكون مع بعض، يعني بينجحوا لأنه هن قادرين يلفتوا النظر، قادرين إنه حتى الإعلام يلفتوا له نظره ويصيروا له فضوله، يعني كل الإعلام بيتحرك يعرف ليش الفنان شارك، شو هو الموضوع اللي ورا هيدي الحملة. فبالعكس كتير بينجح ونحن عم نشكرهم كتير، وبالعكس يعني هني أضافوا لنا لحملتنا حماس أكتر. هالخطوة اللي قدرتوا تعملوها بكفى بأنكم فعلا تكونوا أداة ضغط من خلال الحملات الإعلانية، من خلال المراسلة، من خلال الاتصالات الشخصية، هل فينا نقول أنه نقلتوا العمل الأهلي إلى مستوى جديد؟ ان شاء الله. انا ما بدي اقول الفضل كله، يعني ما بدي بس كفى لوحده، لانه التحالف الوطني كله بضم 18 جمعيه، يعني
ولأول مرة يمكن تحالف حول موضوع حماية النساء من العنف الأسري بدون جمعيات يمكن ما خاصة بالعنف الأسري وما خاصة يمكن بالنساء، يعني ما بتتعاطى حقوق نساء. فهذا كمان إنجاز التحالف الوطني، هذا إنجاز بحد ذاته. نعم. إنه يستمر وإنه يضغط. مين حسيتي أكثر متجاوب ومتضامن مع الفكرة، الفنانين الرجال أو النساء؟ كلهم، يعني كل واحد حس الموضوع بطريقته. يعني نعم. الإعلامي جورج إرداحي إذا بتلاحظ كيف توجه لصناع القرار، إحنا طلبنا منه يتوجه لصناع القرار. ما طلبنا منه. نعم. يعني إنه نحن نشرح له للفنان نحن شو الحملة تبعنا وانه هيدا القانون شو الهدف منه وهو يختار. كان في بدل مادي لل لا بصراحة كله بدون بدل وكلهم متطوعين، وبصراحة كلهم عن جد مشكورين، ابدا ما تعبنا يعني ولا مرة دقينا اكثر من مرة. يعني هيدي هيك تحية لكل الفنانين اللي شاركوا. قضية حساسة أخرى شغلت الهيئات النسائية وخاصة الاتحاد النسائي التقدمي اللي قاموا بحملة للسماح للأمهات اللبنانيات بفتح حساب مصرفي لأبنائهم القاصرين. كمان يعني دائما بنكتشف قصص بديهية المرأة اللبنانية غير حاصلة عليها وهي بتعتبر حقوق عادية. بهذا الموضوع انتصار حققته يعني الاتحاد النسائي التقدمي. هذا القانون بيعمل إطار حامي حول المرأة أو الفتاة المعرضة لعنف أسري ومن بيناتهم العنف الجنسي اللي كتير انطرح اليوم، أنه بيصير عنا أجهزة متخصصة على القليدة بالمسألة العنف الأسري. يعني مش حيلا دركة ومش حيلا مخفر، ولا بيصير عنا محل متخصص لتقديم الشكاوى، بيصير عنا محكمة خاصة، بيصير عنا على القليلة سرية بالتحقيق، يعني مش تروح تحكي قصتها قدام كل الناس. أهم شيء عمله هيدا القانون أنه شكوى العنف الأسري بتتحرك بإخبار، لأنه حاليا إذا أنت بتشوف جارتك عم تتعرض لعنف أو بنتها عم تتعرض لعنف ما فيك تبلغ، لو بلغت ما بيجوا. يعني بيجوا إذا قلت لهم إزعاج. كم بلغ هو المشروع القانون؟ 26. فإذا بيجوا إذا إزعاج، بس إذا قلت لهم عنف أسري ما بيجوا. فترة قصيرة طرحنا قضية اجتماعية خطيرة وهي تعرض طفل للاغتصاب من قبل طفل آخر. السيدة ريما كانت عم تحضر بتأثر شديد، مش بس على الطفل اللي بالتلفزيون وإنما على ابن الأربع سنوات اللي تعرض كمان لحادثة مماثلة. هلأ كان له فترة ابني بلش أول شيء بأمور، يعني بقصة ألم، بقصة هيدا ما خط وعطيت. لا اجت فترة من الفترات لاحظت بشي، يعني شفت داخلة ابني العتمة جسمه لابني من خلال الدرير. لحتى عم نحكي عن ابنك اللي عمره خمس سنين. هو هلأ صار خمس سنين. أنا ما عاد تبعته تاني يوم أبدا للصبي على الجردولية. البنت أول ما تبلش توعى بتروح تشتري من الدكان بننبهها، اوعى حدا يقرب، اوعى حدا يحكي معك كذا، بنعمل حماية حول البنت لأنه نحن بنعرف إنه البنت ببين عليها آثار وبتخسر أشياء ممكن يحاسبها عليها المجتمع. بينما الصبي لا، في صبيان كتير مهم بيقعدوا كل النهار بالشارع بيطلعوا بس وقت بدهم ياكلوا، ما حدا بيعرف لما مين عم يلعب ولا وين. قال لي بعدين انه بمحل في هيك شوي مخفي، قال له نزل بنطلونك بدي صور لك الهيدا، وقال له بس ما تعمل هيك، يعني فسر له، قال له هيك بيعملوا امك وبيك وهيك بيعملوا العالم ومدري شو، قال له بس انت ما تعمل هيك مع اختك وما تعمل هيك مع امك. هلا صار عمره 10 سنين ابني، بس بيطلع فيه اوقات كاني سيمبول سكسيال له، انه ما كاني امه. يعني حتى بيلاحظ انه اشياء عندي، انه مثلا واو جسمك حلو واو كذا، يعني بيحكيني حكي اوقات انه قال له انا امك. نانسي عجرم وهيفا وهبي بمعرض الكتاب، والتفاصيل بهالتقرير. مش كفاية في هذه الأيام هيفا ونانسي ضيفتا الشرف، لكن من دون إعلان، في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب. ليستا هناك من أجل رعاية حدث خيري للأطفال ولا من أجل الغناء، هما سرطان نجمتا غلاف لكتابين مهمين، الأول ل
للكاتب المعروف حازم صغيي بعنوان نانسي ليست كارل ماركس، والثاني للكاتب الشاب المعروف أيضا محمد الحجيري بعنوان منامات هيفا. صغيي يقول في مقدمة كتابه إنه من الشؤم أن تصير مؤخرة نانسي أهم من مقدمة ابن خلدون، وأنه من المخيف أيضا أن تصير مقدمة ابن خلدون أهم من مؤخرة نانسي وغيرها. لكن لماذا نانسي وكارل ماركس في كتاب متنوع جدا وغني جدا يبدأ بالكاميرا والديمقراطية ولا ينتهي بصباح وعمرو دياب؟ أما الحجيري فهو أكثر صراحة في إعلان رغبته باستعارة جمهور هيفا وهبي من أجل إيصال الأفكار الشعرية والروائية التي لا يهتم بها القراء، قراء يعتبر الحجيري أنهم يلاحقون الصور والرموز بدلا من الكلمة.